السلام عليكم. وعليكم السلام. بغينا نسولك اليوم واش كتعرف رئيس الحكومة ديال المغرب؟ واه نعرفه. شكون هو؟ سي بن كيران رئيس الحكومة المغرب الحالي. واش كتعرف عليه شي حاجة وعندك عليه معلومات؟ وكيف كيبان لك سي عبد الإله بن كيران بالنسبة لك؟ واه رئيس الحكومة مي اش كيبان ليا؟ ما شفت والو. أنا هادي دابا هو جوج ولايات ما كاين والو، نفس السيستيم باقي غادي 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 هو حيت ما كاينش شي تجدد، ما كاينش شي حاجه اللي زدنا بها لقدام من نهار جا هو. هادشي اللي كاين. واش كتعرف رئيس الحكومه ديال المغرب ديالنا؟ معلوم كنعرفو سي بن كيران. شنو كتعرف على سي بن كيران ولا شنو كيبان لك؟ انا شخصيا كيعجبني لان العيوب كما عند الله عز وجل، ايجابيات كاينه والسلبيات كاينه، والمجتمع هو اللي خصو يغير ماشي الرئيس. نتوما كجاليه هنايا في مقيمه في بلجيكا، شنو يعني كتنتظروا من سي بن كيران؟ كيقول لك لا يغير الله نفسا في قوم حتى يغير ما في انفسهم، يعني باختصار الانسان خصو يغير نفسه وعاد نشوفوا بن كيران وصافي. واش كتعرف رئيس الحكومه ديال المغرب؟ كنعرفوه، انا مغربي كنعرف بلادي ونعرف اللي كيحكم واللي كلشي اللي كاينين الناس اللي مزيانين كلشي. كيفاش كيبان لك رئيس الحكومه المغرب؟ واش قدم شي حاجه للمغرب ديالنا ولا والو؟ الرئيس ديالنا ديال الحكومه ديال المغرب تقدم للشعب كلشي وعدلهم كلشي وعاونهم في كلشي. وانتم كجاليه مغربيه ديالنا واش كتشوفوا بن كيران قدم لينا شي حاجه؟ زعما في البلاد ديالنا دابا الحمد لله عدلونا الطريقان، عدلونا الديور، عدلونا الارض الفلاحه للشعب. زعما البلاد ديالنا دابا بقات كتكبر دابا مزيان، ماشي بحال حنايا اللي جينا هنايا لا بلجيك في عام 74، دابا 43 سنه انا هنايا في لا بلجيك، وحتى دابا كنشوف زعما كاينين الناس اللي مزيانين مقدمين. كنمشيو للبلاد ديالنا كنشوفوها زعما الرئيس اللي كيحكموا زعما عدلوا البلاد عاونوا الشعب الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم لالا. اختي بغينا نسولك اليوم واش كتعرفي رئيس الحكومه ديال المغرب؟ ايه كنعرفو رئيس الحكومه ديال المغرب. وشنو تقولي لنا شو كتعرفي عليه؟ وحنايا ما عندناش كونتاكت ديريكت مع السياسه في المغرب، مي ابري دابري لونتوراج ديالنا بزاف ديال الناس نو سون با كونتون من الحكومه ديال سي بن كيران. انا بيرسونيلمون لي كلكو فيديو اللي كنشوف عليه في يوتيوب، واخا الناس كيقولوا عليه حلايقي هذا، جيم بيان سا فاسون دو بريزونتي لي شوز. Il présente les choses d'une façon voilà, comique, mais bon, qu'il a voulu وصل للناس. Bon, ceci dit, le fait أن الغلاف ولا في الحكومة pendant الحكومة ديالو، je pense personnellement qu'il est entouré de الناس اللي ما يستاهلوش وصافي. بغينا نسولك اليوم واش كتعرف شكون هو بن كيران؟ والله يا ودي بن كيران كنعرفو، شكون اللي ما كيعرفوش؟ أي مغربي كيعرفو. كان في الاول مع حركه الاصلاح والتوحيد، ومن بعد دخل في الحزب، كان الحزب تاع الدكتور الخاطب حركه دستوريه، ومن بعد الحزب تاع العداله والتنميه. شنو رايك في بن كيران؟ واش قدم شي حاجه للجاليه المغربيه ديالنا اللي مقيمه في بلجيكا؟ في الحقيقه ماشي غير الجاليه، المغاربه كاملين لحد الان ما قدم لهم والو. شنو علاش؟ لانه هو كان عطى وعود للمغاربه بمحاربه الفساد، وفي الحقيقه المغاربه ما شافوا حتى شي حاجه، بالعكس شافوا هناك اضافات اخرى تزادت على المغاربه في زياده الفواتير، في تقليص فرص الشغل بالنسبه للمغاربه، بالنسبه للجاليه المغربيه زاد الضريبه بالنسبه للطيران، زاد الضريبه بالنسبه بالنسبة للطائرات الأوروبية. شكرا بزاف.